كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام. بعد أسبوع من التقصي والتحضير بيتجدد لقائنا معاكم كالعادة في برنامج بشكل تاني، وموضوع الساعة اللي شاغل بال الكبير والصغير، الفقير والغني، الأفراد والكيانات، الشعوب والحكومات، أزمة كورونا اللعينة. أول ما سمعنا عن كورونا كنا في حد تعطيل المدارس والطيران، كتير مننا ما عرفش قيمتها إلا دلوقتي. طبعا مع تزايد أعداد الإصابات على مستوى العالم ووفاة آلاف البشر بفعل الفيروس المستجد، محتاجين نقف وقفة مع بعضنا نستعرض فيها اللي فات ونشوف الجديد ونطرح مقترحات للخروج الآمن من معركة أصعب ما فيها إننا بنحارب فيها مجهول. علامات استفهام كتير تطرح نفسها النهارده في لقائنا مع الدكتور محمود بكري، رئيس مجلس اداره جريده الاسبوع والمحاضر بكليه الاعلام جامعه مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك وكل سنه طيبين. وحضرتك طيب. في بدايه الحلقه كده عايزه يعني اطرح موضوع ملفت للنظر، ان دلوقتي بؤره اهتمام العالم هي الصحه العامه، ولكن قبل كده كان الرئيس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتم بالصحة العامة، وده من خلال كذا مبادرة اتعملت من قبل كده، منهم مبادرة 100 مليون صحة مثلا. ايه رأيك في الكلام ده؟ انا عايز بس الاول اتكلم، اولا اوجه التحية للرئيس واوجه التحية للحكومة على حسن الإدارة لهذه الأزمة، وبوجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة احنا غدا بإذن الله بدء الصيام كل عام وكل مصر وكل أمتنا العربية والإسلامية بخير. وأنا عاوز أقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لم يضعوا فقط الاهتمام بالجانب الصحي كي يتنبهوا مبكرا بما قد يحدث، ومن ثم تم اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية والاحترازية لمواجهة مثل هذا الخطر. لا، يمكن دايما أنا بقعد أتكلم وأقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا فات عليه من السماء بعقلية تستطيع قراءة المستقبل. إزاي يعني؟ يعني كلنا نتذكر لما طلع في نهاية 2012 أو في بداية 2013، ولما حصلت الأزمة بتاعت الإخوان في 22/6/2013، ولما طلعت ثورة 30/6 و3/7 بعد كده، اتكلم كلام مهم جدا يوم ما دعا المصريين للنزول لتفويضه لمواجهة الإرهاب المحتمل، لو أنتوا فاكرين 26 يوليو 2013، المحتمل الكلمة دي طبعا وقتها كانت بعض دول العالم وخاصة الدول اللي بتناصبنا العداء بتتعامل معانا على ان احنا اوفر، وان احنا جهضنا حركة ورئيس مش عارف شرعي ورئيس منتخب. بعد سنتين ثلاثة كان الغرب نفسه يتذوق ويتألم من الارهاب طبعاً اللي الرئيس يعني السيسي حذر منه بالفعل. بعد كده لندن وبرلين وباريس ونيويورك وبروكسل وكتير من عواصم العالم بدأت تتألم من الضربات لأنه ما سمعوش كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي مبكرا. لما بدأ الرئيس من 2014 ياخد خطوات نحو إعداد بنية تحتية سليمة ويقيم الطرق والمشاريع والكباري والجسور والأنفاق، ولما بدأ الرئيس يطلق عدة مبادرات لمواجهة الفيروس الكبدي وغيره 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 وصحة المرأة بالظبط. انت وبعد ولما بدأ الرئيس برضو بقولها يظبط الشارع وإيقاع الشارع، بطلوا الفوضى، ما عادش في مجال للفوضى، ولا كل مجموعة تطلع لي بمظاهرة وتعمل، حتى قانون للتظاهر ضبط إيقاع الشارع عشان تجمع. كل الإجراءات اللي كانت بعض القوى المعادية لمصر والجماعات المخربة والمتطرفة والإرهابية اللي بتقعد تنغز فيها طول الليل والنهار وتقول لك شو بيعمل ايه المشاريع دي بيعملها لمين، ما بكره مش عارف ايه، هو مين هيستفيد منها؟ لا، ده احنا استفدنا منها في الوقت ده، ضبطنا ايقاع المجتمع عمرانيا وسكانيا وامنيا وانسانيا وصحيا، وعشان كده لما جت الازمه لقينا نفسنا مع بدايه طريق ناجح وتعامل بشكل سريع. امتى حسينا ان الوضع ابتدى في مصر يبقى ان الحكومه بتاخد خطوات ايجابيه حتى من قبل ما الفيروس يظهر؟ احنا بتعبير رمزي كده احنا متخضناش لما حصل اللي حصل، متخضناش. في شعوب تانية ودول تانية كبيرة كنا بنظنها قادرة على مواجهة المرض اتخضت وحصل عندها ارتعاش، وبدأ رؤساء بتوعها يتكلموا وكأنهم ما كانوش عارفين ان في حاجة جاية. يعني لو انا قارنت بين الموقف الامريكي والموقف المصري على سبيل المثال، اشوف قد ايه الموقف الامريكي مرتعش وقبلها يقول لك لا مش هيحصل حاجه واحنا قفلنا الطرق وقفلنا مش عارف ايه، وفجاه لقينا المرض قاتل لغايه النهارده 47 الف امريكي
ودخلنا على 1,000,000 اصابات، واخد بالك؟ مصر ما حسناش بده. ليه؟ لان اصلا الارضيه المصريه مستعده. يمكن لما الرئيس عمل اللقاء اللي حضر فيه اللي عرض فيه دور الجيش في المساهمات، وشفنا قد ايه الاستعدادات والمستشفيات العسكريه اللي جهزت، الناس فوجئت هو ده عمل ده امتى؟ شفنا احنا على التلفزيون، شفنا على الهواء. محمود بيه ده برضه بيقودني لجزئيه مهمه جدا تقريبا في 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 يعني بتؤيد كلام حضرتك. يعني اول ما ظهرت اول حاله اللي هي كان تقريبا يوم 14 فبراير تقريبا حاله اصابه تم الاعلان عنها في مصر، فوجئنا بسيناريوهات موضوعه من قبل الحكومه، سيناريوهات يعني حصل التنبؤ بالسيناريوهات دي وتم وضعها بالفعل وتم وضع اجراءات في مواجهه كل سيناريو وقت ما هيتم. سؤالي هنا بقى، امتى تم وضع السيناريوهات دي وعلى اي اساس تم وضعها؟ السيناريوهات دي مش دي، انا عايز افصل بين حاجتين، بين الدوله والاستراتيجيه العامه اللي بتشتغل عليها من سنه 2014 وبين الاحداث الطارئه والعاجله اللي ممكن تعاجلنا في لحظه من اللحظات. تمام. اللي احنا دخلنا فيه ده في كورونا ده جزء صغير من الاطار العام اللي وضعها الدوله كاستراتيجيه عامه. تمام. وانت معلش انت عايز تقول لي ان الطرق اللي معموله دي 7000 كيلو معموله بس عشان العربيات بتاعتنا تمشي، ولا دي استراتيجيه طبعا لنقل قواتنا المسلحه لكي تحارب اي عدو يقترب من حدودنا؟ صحيح. المساله مش مساله لا بعد في خلفيات كبيرة. معلش طبعا في خلفيات احنا مش عايزين نتكلم فيها كتير لان دي امن قومي للوطن، لكن انا عايز اقول ان عبد الفتاح السيسي حفظه الله وحفظ كل القيادات العسكريه بتاعتنا، نظرتهم للمستقبل لا ترتكز على تنبؤات ولا احلام، ترتكز على واقع. وبالتالي جت كورونا احنا موجودين ومستعدين شغالين، وفورا الاجراءات كانت سليمه. النهارده مصر من الدول القليله جدا تقدر تروح اي سوبر ماركت او اي مول تشتري الخضار اللي انت عايزه والاكل اللي انت عايزه واي حاجه انت عايزها. صحيح. انما في دول تانية شفنا مولات في امريكا في نيويورك وفي عدد من الدول اقتحموها ونهبوها، وكتير جدا من دول العالم عملت كده. احنا ما حدش ده بيخزن ولا بيعمل ليه؟ احساس بالامن والامان. صحيح. احساس ان في استراتيجيه ثابته للدوله، وده الفرق. وده لما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي فاكرين كان بيتكلم على شبه الدوله وقال لك احنا بنبني دوله من جديد، ده هو ده. هو ده هو فعلا بنى دوله من جديد. النهارده كل مواطن مصري قاعد في مصر مطمن. مطمن ليه؟ لانه عارف ان في حكومه بتفكر وفي قياده رشيده قادره على ان تدير العمل بدون ان ترعب الناس وبدون ان تبث الذعر في نفوسهم، بدليل انه حتى مثلا احنا ما عملناش حظر كامل لغايه دلوقتي. تركيا مثلا، تركيا في حوالي 31 مدينه الان تحت الحظر الكامل. تركيا اللي بدات بعدين الاصابات النهارده دخلت على 100,000 اصابه وعدت ال 100,000 اصابه وفي عندها وفيات بقد ايه؟ ده يوضح لك الفرق بين الجعجعين بتوع الكلام اللي بيقولوا شعارات وبين الدوله الحصيفه القويه اللي عندها رؤية بعيدة المدى. مصطفى بكري الإعلامي والبرلماني الشهير، أستاذ مصطفى صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا طبعا النهارده في يعني في صحبه البكري النهارده طبعا العائله العريقه السياسيه الوطنيه الكبيره، بنشرف طبعا بوجود الاستاذ محمود بكري معانا على الهواء، وبنقول لحضرتك اولا كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر وعلى الامه العربيه والاسلاميه، والتحيه والتقدير لكم وللبرنامج. يا فندم استاذ مصطفى، كلمه سريعه حضرتك توجهها للشعب المصري على راسه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل ازمه كورونا اللعينه زي ما بنقول. الحقيقه انا عايز اقول يعني انه اداره الازمه في هذه المره كانت اداره واعيه ومدركه ولديها رؤيه استشرافيه للمستقبل. كل من تابع اداره الدوله لازمه كورونا ومن قبلها ازمه السيول الحقيقه لا يستطيع الا ان يقول اننا امام دوله. الحقيقه انا عايز اقول يعني انه اداره الازمه في هذه المره كانت اداره واعيه ومدركه ولديها رؤيه استشرافيه للمستقبل. كل من تابع اداره الدوله لازمه كورونا ومن قبلها ازمه السيول الحقيقه لا يستطيع الا ان يقول اننا امام دوله لها مؤسساتها ولها رؤيتها الاستراتيجيه لحل مثل هذه الازمات والتعامل معها. وزي ما بيقول دكتور محمود انه بالفعل بلاد زي تركيا وزي ايطاليا وزي الولايات المتحده وغيرها يعني ارتبكت وعجزت عن تقديم الحلول التي يمكن ان تقيها شر هذا المرض وهذا الوباء.
ولكن هنا الحقيقه تكاتف المجتمع المصري بكل فئات المجتمع المدني ممثل في التكاتف اللي احنا شفناه، واللي الحقيقه يعني كان ادارته ايضا اداره واعيه ووطنيه، واثبت العديد من رجال الاعمال قدرتهم على التعامل مع هذا الحدث بروح مسؤوله، واداره الدوله الحقيقه والبرلمان والاعلام ايضا، الاعلام الحقيقه لعب دور مهم، ويمكن السيد الرئيس اشاد بدور الاعلام المصري وتعامله مع الازمه. لكن اللي انا عايز اقوله، انا عايز اسال سؤال يمكن ساله رئيس مجلس النواب اول امس، ماذا لو لم تكن هناك بنيه تحتيه تم انجازها؟ ماذا لو لم تكن هناك قرارات واصلاحات اقتصاديه تمت في نوفمبر 2016 تمت، وعدم قدره على التعامل مع هذا الحدث ودواعيه وتداعياته الاجتماعيه والاقتصاديه؟ انا بتصور ان احنا بنقدم نموذج للعالم، وما بعد كورونا بالتاكيد مصر هتبقى رقم مهم جدا في معادله العالم، لانها اثبتت للعالم قدرتها على التعامل مع حدث خطير بهذا الشكل في وقت ارتبكت فيه العديد من البلدان الكبرى. حقيقة يا فندم أستاذ محمود بكري، أستاذ مصطفى، يمكن حضرتك أشرت فعلا زي ما الدكتور محمود قال إلى الخطوات الاستباقية المدروسة من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي يمكن النهاردة بالفعل عرفنا قيمتها. الكاتب الصحفي الكبير أستاذ مصطفى بكري، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا حضرتك. طيب دكتور محمود، طبعا الدولة تعاملت مع أزمة كورونا طبقا للمعايير العالمية، وقامت طبعا بمجهودات كثيرة جدا لواجهت الأزمة، بس سؤالي هنا، هل حضرتك شايف ان اليات رصد الحالات الايجابيه في مصر تكفي، ولا عندك اي مقترحات تانية للحد من انتشار الفيروس؟ هي طبعا احنا كل من يشكو او يعاني من المرض او يشعر بعوارض المرض بيتقدم للمستشفيات، وبناء عليه بيتم اتخاذ كل الاجراءات الممكنه لمتابعه حالته، اذا راوا ان الحاله ايجابيه بيوضع فورا في مستشفيات الحجر الصحي للعزل، تتخذ ضد معاه كل الإجراءات المطلوبة. ممكن كتير من الناس بيتكلموا على هل إحنا هنقدر نعمل فحص لكل الناس في 100 مليون. أعتقد أن دي مسألة يعني صعبة جدا، إمكانيات مكلفة للغاية، مش على مصر بس، صعبة على أي دولة في العالم. وبالتالي دايما التوجيهات والتعليمات والنصائح اللي بتطلع من الدولة، تطلع من وزارة الصحة، من مجلس الوزراء، الدكتور مدبولي أكثر من مرة في اجتماعاتي يؤكد اي حد يشعر باي عوارض عليه ان يتقدم فورا الى المستشفى، وده يمكن فرصه ان احنا نوجه نداء للناس. يا جماعه يا جماعه، مش عيب الكورونا، ما تتكسفوش من الكورونا، ده مرض زيه زي اي مرض. لكن اخفاء المرض، اخفاء المرض انت سوف تضر كل اقرب الناس اليك، نمره واحد. بالظبط. بعدين هتضر المجتمع كله. طب ليه اي حد يعاني او يتالم من اي عارض من هذه العوارض حسب الروشته اللي احنا بنسمعها كل لحظه عليه ان يتقدم للجهات الصحيه المختصه لاتخاذ اللازم؟ يعني حضرتك تقصد احنا هنا علينا على التوعيه والارشادات الطبيه السليمه والاتخاذ بالاجراءات؟ طبعا. تمام. حضرتك فكره تتبع المخالطين امر في غايه الصعوبه، خاصه مع تزايد اعداد المصابين في حاله، ويمكن انا عرفت ميدانيا من خلال الحالات معينه، اي حاله بيتم اكتشافها بيتم تتبع المخالطين ايا كانوا. الميزة الأساسية في مصر حتى الآن أن المخالطين معروفين، ويمكن ده اللي مخلي الوضع مطمئن حتى الآن. يعني ما هماش مخالطين مثلا وسافروا بره، ما عرفتش ذيول هذه الحلقة توصل لفين أو توصل لفين. ده مطمئن لغاية دلوقتي. بيقول لك احنا بنتابع المخالطين، بنوصل لكل المخالطين، لدرجة إن في مصانع من الأيام اللي فاتت تم عزلها بالكامل، وتم الحجر عليها بالعاملين اللي جواها اللي وصل عددهم مثلا 1000 أو 1300. فده اجراء صحي واجراء سليم، فبالتالي الجهات المختصه بتاخد الاجراءات السليمه في حدود الامكانيات المتاحه. ما انا مش عاجز الدوله واقول تقدر تعمل كل حاجه، ما فيش حد يقدر يعمل كل حاجه في العالم. طبعًا. طبعًا. دي امريكا بجلاله قدرها ما تقدرش تعمل حاجه. بالظبط. طب تمام. دكتور محمود، التعاطي الشعبي بقى لازمه كورونا ودور المواطن في مواجهه او للحد من انتشار وباء كورونا، تقييم حضرتك ايه للدور ده؟ والله انا شايف انه عدد كبير من الشخصيات تعاملت بشكل إيجابي مع الأزمة. احنا شفنا أنهار الخير اللي تدفقت من كل اتجاه، من شخصيات رجال أعمال والمؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية اللي قدمت يد العون للمصريين. ويمكن لو هتكلم على تجارب شخصية، احنا
يعني انا والاستاذ مصطفى نسقنا جهد خيري كبير جدا والحمد لله شمال يمكن مثلا محافظه انا من ابو طشت شمالا الى اسنا جنوبا يعني لغايه الاقصر مش عدد كبير جدا من القرى الحمد لله من خلال رجال الاعمال الخيرين يعني نزلنا كميات هائله من سلات الاغذيه وتوزعت بشكل كويس من خلال جمعيه احنا عندنا في الصعيد جمعيه رعايه الايتام والاعمال الخيريه بقنا وبرئاسه اخويا اللي موجود في البلد الاستاذ احمد بكري واحنا عندنا مؤسسه انا عاملها هنا في القاهره اسمها مؤسسه محبي مصر طاقه الخير انا رئيس مجلس امنائها متاسسه من سنه 2006 والحمد لله من خلال هذه المؤسستين وعبر التواصل مع عدد من رجال الاعمال اتعاملنا مع منطقتين رئيسيتين هنا في القاهره منطقه جنوب القاهره من المعصره حتى التبين وحلوان و15 مايو ولما حصل في المعتمديه ووضعت على الحجر الصحي اتحركنا عليها بكل قوه والحمد لله وصلت الاف الكراتين سواء في الموضوع ده اتحرك الاستاذ محمد الامين رجل الاعمال اللي كان بتاع سي بي سي اتحرك الاستاذ محمد ابو العنين اتحرك الحاج ماجد احمد محمد بتاع شركه فينوس للكهرباء اتحرك محمد الهواري بتاع حي بروان اتحرك محمد وهدان رجل الاعمال اتحركت مؤسسه مصر الخير معانا يعني كتير جدا من الشخصيات قدمت حرك الدكتور حسن راتب رئيس مجلس اداره قناه المحور بصراحه قدموا كل الدعم الممكن ووصلت الاف الكراتين للناس واعتقد انه ده كان تعبير ورساله عن التضامن الشعبي المصري في وقت الازمات تمام طيب حضرتك يعني ده طبعا يعتبر الناس حطوا ايديهم في ايد الدوله يعني كمان اغلب الدول اللي عدت من المرحله دي بامان الى نوعا ما او الى حد ما يعني طبعا كان جهود مش من الدوله فقط لا كمان من الشعب زي الاسماء المحترمه اللي حضرتك ذكرتهم دلوقتي ومن الدوله تمام طبعا دلوقتي ازمه كورونا خطر عالمي يعني بيهدد العالم كله سؤالي هنا بقى لحضرتك ازاي هتاثر ازمه كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص اولا مصر من الدول مصر تحديدا عشان نخلص من موضوع مصر مصر من الدول اللي بشر صندوق النقد الدولي ان معدل النمو فيها هيبقى 4.4 وانها عنده مستوى امن وقال ان مصر هي الدوله الوحيده في المنطقه اللي هتخرج من هذه الازمه واقتصادها جيد وده بشرة خير الحمد لله جت لنا من مؤسسات دوليه وليست من عندنا يعني الحاجه الثانيه بالنسبه للعالم الموضوع كبير أنا مش بتعامل مع المسألة على أنه مجرد فيروس ظهر في الصين وانتشر في العالم أنا شايف أن دي وراها أهداف كبرى في العالم وشايف أن هي تتمة أو استكمال للصراع الأمريكي الصيني المستمر منذ فترة من الوقت لأنه كل المؤشرات على مدى العقود اللي فاتت السنوات اللي فاتت كانت بتقول أن الصين مع 2030 ستكون القطب الأوحد أو على رأس العالم أمريكا لم ترضى بهذا الشكل وإحنا لو شفنا وتابعنا تصريحات الرئيس ترامب خلال السنوات اللي فاتت قد إيه ترامب كان بيطلع قرارات فرض جمارك على السلع الصينية حرب تجارية على الصين وكثير من الأمور اللي حاول من خلالها يؤثر على التطور والتصاعد في الاقتصاد الصيني التصاعد في الاقتصاد الصيني كان طبيعي لأن النهاردة لما يبقى معدل النمو في الاقتصاد الصيني 6% ومعدل النمو في الاقتصاد الأمريكي أقل من 2% يبقى إذن الفجوة بتزيد سنة بعد سنة صحيح. وبالتالي كنا هنوصل في 2030 إلى هذا الأمر بس إذن حضرتك بس ناخد المداخلة دي ونرجع نستكمل الكلام معانا أستاذ عبد الناصر أبو موسى مدير إدارة التضامن الاجتماعي في كرداسة ألو أيوة فندم مساء الخير أهلا بحضرتك مساء النور أهلا فندم أستاذ عبد الناصر طبعا أنا عرفت أن في مساعدات كتيرة تمت في كرداسة وفي المعتمدية فهل أنتم راضون عن المساعدات والمشاركات اللي تمت في المعتمدية؟ والله حقيقي الأزمة اللي حصلت دي في المعتمدية هي رغم قصارة المشهد في البداية وإن الموضوع كان يعني مزعج للأهالي كتير إلا أن خلت لنا روح جديدة جدا جدا أظهرت لنا معدل الشعب المصري الأصيل في التعاون والتكافل بينه وبين أفراد المجتمع كله إحنا في رجال أعمال مشكورين قاموا من خلال التواصل من بعض الناس الأفاضل في الإعلام معانا بانهم ارسلوا لنا بعض الحاجات وبعض الاحتياجات الغذائيه لبعض الاسر اللي هي اقعدها الحجر الصحي عن العمل ودي كانت المشكله الكبيره ان الناس اللي هي بتشتغل العمل غير منتظمه يوم بيوم هي فعلا كانت محتاجه الدعم وده حصل فعلا من خلال الدعم اللي جالنا من خلال بعض الافاضل زي ما اتحرك في الاعلام بداوا يبدوا الراي العام وفعلا بدات رجال الاعمال
علينا بتنزل المساعدات، واحنا قمنا بدورنا كغرفه عمليات تبع المحافظه والوزاره التضامن لازم توزيع الحاجات دي على الناس في بيوتها منعا لانتشار الفيروس، ويعني تنفيذا من سياسه التباعد اللي الدوله كانت هيجها لمنع انتشار الفيروس. فده كان شيء مرضي وكان شيء يعني مريح نفسيا وخلق روح جميله جدا من اللي شاركوا فيه. والله يا فندم يعني مش هننسى طبعا دور الاستاذ مصطفى بكري والاستاذ محمود بكري، للامانه الشديده هم يعني ساهموا معانا بحجب الراي العام بشكل كبير جدا جدا، ومن خلالهم جت شحنات من رجال الاعمال سواء ابو العنين يعني بدون بقى القاب، مؤسسه الامين، يمكن استاذ محمد وهدان، انا بس لا يعني مش عايز انسى حد، طبعا بنك التعامل المصري طبعا بالتنسيق مع سياده الوزيره، حاجات كثيره جات لنا ومؤسسات ثانيه، بس انا يلا يحضرني مؤسسه الدكتور حسن راتب ساهمت معانا في شيء، جمعيه مصطفى محمود، بعض جدا استخدام الاعلام بفاعليه على الارض ان هو يقدر يحقق للناس اهدافها المرجوه من خلال شاشه الاعلام، وده الاعلام الفاعل فعلا، واحنا بنشكر فعلا صحيح الحقيقي فعلا بنشكر الساده الاعلاميين وعلى راسهم الاستاذ مصطفى بكري والاستاذ محمود بكري الحقيقي، الامانه الشديده تبني قضيه المعتمديه تبني كامل جدا جدا. شكرا لحضرتك جدا استاذ عبد الناصر ابو موسى على المداخله الهاتفيه. بشكرك دكتور محمود. بالنسبه لانخفاض سعر البترول في الوقت الراهن، في ازاي ممكن ياثر على الاقتصاد العالمي؟ بصراحه ياثر على اقتصاد الدول كلها، يعني احنا متوقعين تداعيات كورونا هتاثر على لقمة عيش الناس، هتاثر على مستوى الحياه الاجتماعيه، هتاثر على الوظائف، يعني امريكا بيقول لك هيبقى فيها 25 مليون عاطل نتيجه ده، ترامب اعتمد 2 تريليون دولار لمعالجه مشكله العاطلين عن العمل، انهيار اسعار البترول بهذا الشكل هيكون تاثيرها مدوي على الكل، من دول الخليج للولايات المتحدة لكل دول العالم، واعتقد ده هيكون له اثر بعيد المدى. يعني احنا بنقاوم الان جائحة كورونا وهنستمر نقاوم، وفي تقديرات رسمية من عدد كبير من الخبراء ان الجائحة قدامها سنة، يعني احنا هنفضل نقاوم فيها لمدة سنة. طيب مجرد ما ننتهي من جائحة كورونا هنبدأ نتكلم في جائحة الجوع اللي خلفته كورونا، جائحة الأزمات اللي خلفتها كورونا، جائحة المشاكل النفسية والإنسانية. خد بالك لما تبقى انت لمدة سنة محجوز في بيتك، شوف الاثر النفسي على الشباب وعلى الاولاد وعلى البنات في البيوت هيكون تاثيرها قد ايه. علشان كده مطلوب ان يتزامن، احنا يمكن احنا مصر من الدول القليله اللي مشيت في سكتين، في دول قالت لك ان موت الناس الكبار، وده حصل في الغرب حصل في اوروبا، وللاسف الشديد بانت عدم الرحمه وعدم الانسانيه عندهم، لكن مصر مشيت في مسارين، الحفاظ على حياه الناس والحفاظ على مقدرات الوطن الاقتصاديه. احنا كمان مطلوب دلوقتي الدوله ان تتنبه الى نقطه مهمه، وهي الوعي، توعيه الناس نفسيا والمعالجه النفسيه ووضع ارشادات نفسيه عشان نتجاوز اثرها. في 20 ثانيه بالظبط عشان الحلقه تقريبا انتهت، الابعاد الدوليه لازمه كورونا، وهل ممكن تؤدي الحرب العالميه الثالثه؟ انا اتوقع ان نهايتها قد تكون حرب عالميه ثالثه، لان الصراع على راس العالم استشرى وتصاعد. يعني حضرتك شايف كده؟ اه طبعا. طيب كلمه اخيره توجهها لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري. اقول له سياده الرئيس انت، احنا وقفنا معاك بقوه، بس انا عايز اقول لك ان الايام اثبتت انك انت اللي وقفت معانا مش احنا اللي وقفنا معاك. الشعب المصري شعب عظيم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. خير الختام استاذ محمود. وحضرتك طيب يا رب. استاذ محمود بشكرك جدا جدا في نهايه حلقتنا، والحقيقه يعني كانت حلقه مميزه جدا وضيف مميز جدا واضافه كبيرة لينا يعني. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليكم. شكرا لحضرتك. كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك وتحياتي لأخي العزيز النائب محمد اسماعيل. ربنا يبارك فيك. صاحب هذه القناة، تحياتي الحارة له. أشكرك. شكرا لحضرتك. وبهني وبهني الدائرة بتاعته برمضان إن شاء الله، وكل سنة والجميع طيب إن شاء الله. وحضرتك طيب والشعب المصري كله طيب. شكرا. كل خير. بشكر طبعا زملائي، زميلتي طبعا فاطمة حسين والأستاذ شريف الشريف، بشكركم جدا جدا، بشكر كل فريق العمل. والنهاردة طبعا بكرة بإذن الله أول أيام شهر رمضان الكريم، ربنا يعود يا رب علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير والبركة. بشكر كل فريق العمل، شكرا لكم، كل سنة وحضركم طيبين.